بلينا تصوير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص استحي الولد. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم طيبين. اليوم فيديو جديد مو بعزت ذي بس عزت ذي. المشروع كان حق درفت بس الحين بيصير مشروع ديلي ديلي خشن. فعندنا وايد اشياء نشتغل عليها. واحد منهم بريكات ويل بيرينجز. هاي الحديد اللي ورا من عاوية لا تطلعونها يعني هي ووهوهو. كامبر مالها ما في كامبر يعني صاير ايه. اليوم راح فينا حمدي. يا حمد هلو. حبيت اقول لك ايوه سويت فيها كنترول ارمز. ليه ما صرت شيء؟ بسوي كنترول ارمز بوشنجات ليكات ناك في ليكات وات إلس ما ادري ميك ات بيرفكت ديلي تكنيكلي ذاتس ذا بيلد يعني فور ناو فور ناو اتس جوينج لانه اوتوماتيك اي بتصير ديلي لانه اوتوماتيك اوكي اي بعدين The next day. اليوم ينا زيارة حق سيد علاء دكتورنا ينا للعيادة. قال لي تعال عندي لك هدية. شنو الهدية؟ غير وينه؟ زين حصور دلنا اللي تبغيها ما هم شيء. عليك بدلون كير. رن الغير بعدين تحكي عن هاي كلها. يا. أوب. فحاليا دكتورنا قال ان في ليك بين الجير بين الماكينه فنمشي ننزل الجير ما نزل الماكينه. عندنا سلمون هنا بس يستحي مشهورنا لا تحط شوف الليك هذا السير الحين لازم بدله ايه خلاص ما راح تشوف اويل ريح روحك لان الشغل كامل منزلين جير ايه فكل شيء نسوي من البدايه للنهايه. وهاللون صلحنا السيل بين الجير والماكينه على طول على طول بس اي سيد بس مبارك صبعه بس يمسح وخلاص. علاء تحتاج الماكينه تكون فوقك السياره تكون فوقك اريح ما يصير نرفعها ازيد اكثر اي كل شو قاعد نرجع ترى هاك نرجع اتكسر قاعد خلنا الحين شو نرتاح انت نفس هوايد ايش لنا انجن ماونت شو بعد الانجن ماونت ايوه ليتات ماونت بعد اليوتيوب اوكي اوكي استانس يلا شوف الشق من يمين يسار بس عادي كان ميعود يعني السير هذا بعد البدلة وما باقي شي خلاص ولا غراب هكابهم يلا نص فوق نص فوق يمديك تصور يمدي اي نص اللي ورا بقى اي باقي دائما يسوي فينا هالشيء كم بوش في السيارة؟ واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة ايه لا في السيارة واجي ايه قدام عشرة والله نسيت طبعاً ورا ايه ترى في وايد بوشات في السيارة كلفني حوالي 300 دينار حق بس بوشات
بس بوشات في السيارة كلها من قدام وورا بس يعني ايه ورشة يروحون توديها تورنا تكبسها دخله داخل بيها كامل كلفني 300 دينار ايه اللي يسأل سيارة عملية ولا لا اوكي الحين تعرف الاسعار سبير بارز مالها رخيصة ولا لا الحين بتعرف الاسعار راك ستيرنج اذا خربان تبي تاخذ جديد كم بيكلفك تقريبا يعني 120 160 تجاري المستعمل ايه قريب ل 200 الاصلي المستعمل قريب ل 200 بس اذا انت عندك واحد اصلي مجرد يليك اوفرول هذا هو بيصلحونه لك اوفرول بكلفك 100 دينار هاي اللي انا كلفني 100 دينار يعني خلينا نقول انه ايه او 120 او 40 ايه تقريبا كل الاسعار كلها تقريبيه مو فيكس برايس ايه الشيء الثاني بعد غيرنا بطلنا الكرنكيز الغاز جيت مال كرنكيز كم سعره 11 دينار وكاله ويل بيرنج قدام يعني في 70 جي 74 75 ايه في السبعينات اللي ورا في الاربعينات هاي تاخذ اصلي من الوكاله القطعه الواحده بس ركبنا الياباني ياباني يس يس ان شاء الله اصل جديد اي يدد برايس حلو سوق السودا لازم سوق السودا سلمى بود لازم حصل يمين يسار مقطوطين ناسينهم مغبرين شيء يبقى اني اطلب من زي 1 ارموت اللي ورا فحلقتنا اليوم بتكون بس عن هاي بوشات حلقتنا اليوم عن بوشات هاي اللي هاي اللي بوحقنا الحين هذا لازم فل اسمبلي فهاي الارم الكريم حق الزد ليش لانه فيه بول جوينت ما يتبدل المرمى سكوك وما في شيء تسوي له بريس عشان يطلع هو يقول ان هذه نوع عندهم من اليابان ان يسوونه نفس الصار وقت ما يكون حار هلون شيء يدخلون الى داخل وينكبس وبس يعني. يس فهاللون فحين لازم ندور واحد شيء جديد اثنين يدد او مستعملين حالة جيدة ندور سوق السودا مصاب علاء نشوف اذا نقدر نطلع بشيء نطلع نتيجة ان شاء الله الهب ما اللي ورا البريك اللي ورا البريك ايش كبره انا انصدمت ضعيف ضعيف كيوت وايد كيوت احس في الكاميرا ما يبين هاي البريك واللي ورا بس هاي اللي يهود السيارة من ورا مو تنسى الهاند بريك هذا بحك شو بنقحص فيه بدون هاند هاي درونك اوبا بوش جديد بوش جديد بوش جديد بوش جديد هاي كم بوش اربعة فينا كل واحد عندكم هذه القطعة تسحب الهاند بريك نفسها اوكي اوكي طالعوا في اليوتيوب تحصلون شلون اي صوت اي واحد اليمين اي واحد اليسار عشان ما تغلطون هذه تسكها اللون ايوه ندزها داخل فيني كسرة دخلوها داخل الكسرة هني داخل في واحدة هني تقعد واحدة هني تقعد اوبا هذه ايوه شوية تحت اوكي شوف شلون السنتر بين ايوه بين عندك سنتر؟ اي بين عندي سنتر بس الدز ايوه وتفره ما انه هذا سهل ايه بس الدز تفر بيدك اذا كان صار لوك قوي سكرو درايفر هذه يقعد هني
مية 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 بوش بوش ترن ترن أيوة. عشان تعرفون شلون شكل بوشتر هذه أيوة، هاي لازم تدزونها وتفرونها نفس اللوك صايرة داخل. سبرينغات فوق تحت، هذه التحتية اللي بثنينة، سبرينغ يمين سبرينغ يسار، هاي التحتية أطمع هذا اسحب صوبي نكون هني سهل. اوكي من فوق اول عشان انت تصير القوة على رأي. ايوه اوكي بروفيشنال هني خلاص. وين وين البيرنج؟ زين بس هاي عالي طق على ذي؟ ايه لانه هو اللوك يصير وهذا هني زين سهل. نيسان يا حبيبي نيسان. اوه شوف صرت براغيها ايه في المراغي هذا له هنا ثيتهم. إيه أنت متأكد؟ وارد. إيه أنت متأكد؟ أوكي. فا أوبا. ما قلت فا. فا ركب السيارة. خلصنا. قوي يه يه يه. انا قوي لو شاف انت القوي اكيد. شوف الباي شلون شوف الباي. اوه وصل 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 البطل. اوه يا حركات رياض يا ده فوق. شلون يا البرغي من تحت برجولة شوفه. مركب كيم انتهت رحلتنا في توصيل سحر. خلاص خلاص جود باي. خلاص خلاص انتهت رحلتنا اليوم مع دكتور سيد علاء. اليوم احنا خلصنا الشغل. باي. خلاص خلاص اي أيوة والله. فالحين اللي يبقى كنترول لازم مو كنترول كامبر ارم تراكشن ارم لازم اطلبهم حق ورا، وبعدين اذا الله رزقني كويل اوفر بورت 1 خلص انجوي بي ردي حق بورت 2، واذا كان في شخص حق بورت 3 وذا بورت 4 خليكم جاهزين. ان شاء الله استمتعتوا فهمتوا درسنا اليوم. سي يو جايز ليتر باي. ايه لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. Support, support, support! Yes!